ولأول مرة الدار العقارية وهو أكبر مطور عقاري في العاصمة أبوظبي عم بيطرح مشروع في مدينة دبي تحت اسم جنا. يقع المشروع بشكل مباشر على شارع الإمارات العابر بجانب الحبتور بولو كلاب وبجانب مجمع ذا فيلا، واللي بيبعد حوالي 20 دقيقة عن الداون تاون وبرج خليفة. المجمع بيحتوي على تاون هاوسز وفيلا مستقلة من 3 إلى 6 غرف بمساحات بتبتدي من 2350 قدم وبأسعار بتبتدي فقط من 2.5 مليون درهم إماراتي. جدول الدفعات لهذا المشروع من 5 إلى 10% دفعة أولى، 50% أثناء الإنشاء وال 40% المتبقية عند الاستلام في الربع الثالث من 2027. باب الحجوزات مفتوح ابتداء من اليوم 30 أكتوبر 2023، لذلك لو كنت مهتم والمشروع أعتقد أنه يستحق الاهتمام لا تتردد بالتواصل معي على الرقم المسجل في أسفل الشاشة.